أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: أنا طالب علم وقد درست ولله الحمد وقد درست ولله الحمد عدة كتب في الفقه على عدد من أهل العلم، وأريد أن أبلغ هذا العلم للناس، ولكن أحيانا في المسألة عدة أقوال، كيف أرجح بينها؟ وهل لي الحق في الترجيح وأنا في بداية الطلب؟ لا، خذ مختصرا من المختصرات، وإذا درسته وأتقنته فأدرسه للناس واشرحه للناس، ولا تدخل في الخلافات والأقوال. خذ كتاب على قول واحد وافهمه وادرسه على أحد المشايخ، فإذا فهمته وفهمت عباراته فدرسه للناس، ولا تدخل في الخلافات والترجيحات وأنت لم تصل إلى هذه الدرجة. نعم.